منتج اليوم BCA. BCA عندي نوعين، هاي خلص طبعا عشان الأول. فائدة BCA وليش لو تمال لتسون لو بالحديد استعمل BCA مثل ما تشوفون. حاليا قاعد استعمل ريجين BCA، انا ما عندي بي سي مفضل اللي موجود استعمله. مثل ما تشوفون عندكم فوائد، يعني يعطيك اندورنس، بيلد ماسل، بيرن فات، ريكفر فاستر. فاللي يسوي البي سي اي انه يغير طعم المذاق بين الماي والبي سي اي، افضل لك انك تمكس الماي والبي سي اي عشان ما تمل منه. نشرب لك تقريبا لتر لتر نص لترين في الجيم، ما تمل من المشروب مالك. ثاني شيء يعطيك ماسل ريكفري وقت التمرين، وانت قاعد تلعب شو يصير؟ يصير عضله تصير ريكفر، العضله قاعده تتجدد من زين، فما تتعب وقت التمرين، ويكون لك نسبة طاقة أكثر من الفترة اللي أنت قاعد تشرب ماي بدل البي سي اي. ثاني شيء يساعد على إنتاج أو تكوين عضلة كتل عضلية بشكل أسرع. زين، هاي من فوائد البي سي اي. بيرن فات، أنا من ناحية بيرن فات أنا صراحة ما شفت نت بيرن فات، أنا حاليا قاعد أضخم، قاعد أكل قاعد أخربه، وهو ما يكون في صالحي يعني لو شيء بيرن فات. اذا حب يسوي له بيرن فات ياخذ له فات بيرنر او يروح على رجيم او الدايت. المهم موضوعنا عن بي سي وبس يا اخي، بيلد ماسل انكريس اندورنس، وهذا هو يعني يساعدك انك تتطور اسرع من الماي، انه هاي تنكزي ويا الماي العضلات تكبر. انزين تقدر تضخ فترات اطول، انزين ما تتعب وقت التمرين وبس. وشلون الحين بوريكم شلون تسوي الميكس باك. انا خلص الاعصاب مالش مخليه تذكار. مهم هذا موجود، المذاق فيه رمان بوميجرانيت. الرمان لا بأس لا بأس، هاي المذاق السابق كان شنو، كان شوي سيء ما عجبني، ما شنو كان طعمه جرين جرين اكسبلوجن، شيء خضر يا اخي ما شلون كان طعمه، بس خلصته شكبره يا اخي، بس سوي بعد زين كان لا بأس. الرمان بعد لا بأس، انصحكم بالمانجا، لو عندي مانجا مانجو خلص. بس عندي حاليا افضل تخلي سكوب واحد، بس هاي انه الشيكر عود، فانا اخلي سكوب ونص. انا اشرب كمية عودة من الماي في النادي، ما احب انه يخلص علي بي سي اي وانا للحين قاعد اتمرن. ما يبي اقول لكم، بس انا اقول لكم خليك وحش. وحشي